السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع قوي جدا اسمه سمارت درو، تقدر من خلاله تعمل حاجات كتيرة زي فلوت شارت، زي فلور بلان، جانت شارت، مابس، مايند مابس. كل الحاجات دي موجودة قوالب جاهزة عنده، وانت بتدخل تعدل عليها بس. يعني لو احنا قلنا مثلا فلوت شارت، هتظهر لك اشكال كتيرة جدا موجودة، تقدر تفصح اي واحد فيهم وتعدل الشكل وتعدل الفكرة بتاعته وتعدل الأسماء الموجودة وكل شيء لحد ما توصل لحاجة احترافية. بس الفكرة ان انت مش بتبدأ من الصفر، انت بتلاقي اول موجودة هي جاهزة، وسهل جدا ان انت تعمل دراج اند دروب وتحط الحاجة اللي انت عايزها وتوصل بينهم زي ما انت عايز بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا وتكتب اي حاجة انت عايزها، ويلكم مثلا اهوت. تقدر تعدل الاسم بتاعه وتقدر تعمل له اكسبورت كمثلا كاوفيس، كتكمله على فيديو، كبي دي اف. هتلاقي اشكال كتيرة موجودة، شيبس موجودة جاهزة. هتلاقي ان انت تقدر ترسم لاين، تقدر تغير الفيل برنامج سهل وبسيط، ويعني كل ده اونلاين وكل ده فري. تقدر فايل تلاقي ان انت تعمل دوكمنت نيو اوبن، تعمل امبورت لو انت عندك ملف موجود فتستفاد ان انت تبدأ منه، برنت اوبشن. تقدر تعمل insert البيكتشر او chart.